يسعدني أن يكون متواجد إلى جانبي مدرب الجالية السودانية المدرب موسى. موسى في البداية يقول لك ألف ألف مبروك انتصارته بشق الأنفس، انتصار كان في لحظات قاتلة في دقائق أخيرة من عمر وزمن شوط المباراة الثاني. منتخب الجالية السودانية يثبت للجميع ويبرهن للجميع من خلال ظهوره الأول أنه جاهز ومستعد لملاقاة أي منتخب في هذه البطولة. الله يبارك فيك إن شاء الله، والحمد لله على ده مجهود أكثر من شهرين من الاستعدادات والتجهيز للبطولة، والحمد لله توجنا بالفوز بالمباراة الأولى، والحمد لله ظفرنا بكأس الافتتاح الحمد لله. ما الذي اختلف في منتخب الجالية السودانية مما جعله يظهر بهذا الأداء المشرف والجميل والأكثر من رائع، حيث شاهدنا كذلك دعم معنوي من أبناء الجالية السودانية من خارج أرضية الملعب، وكانوا حاضرين بمؤازراتهم بتشجيعهم بتحفيزهم المستمر على مدار الشوطين للاعبين؟ الحمد لله والله، والاختلاف انه الاستعداد، كان الاستعداد على مستوى بحكم انه تغيرت البطولة واختلف شكل البطولة اختلاف كامل، فالحمد لله يعني وجدنا الدعم من الجالية وعلى رأسه الدكتور محمد يحيى الطيب وأعضاء مكتبه التنفيذي، وأدونا قدموا الدعم الكثير الحمد لله، وأنه قدرنا نسوي بطولة داخلية والاستعداد فيها. البطولة كانت تكونت من تقريبا 6 فرق، والحمد لله يعني اخترنا منها عدد كبير من اللاعبين، ولسه إن شاء الله القادم أجمل للمنتخب الجالية السودانية بإذن الله. البطولة الداخلية اللي أقمتوها وبدعم من ذلك الرجل الذي دعم تلك البطولة، ووقفتم أنتم كأبناء الجالية السودانية كأبناء للجالية السودانية على تلك البطولة وأنجحتموها على شكل داخلي، هل تلك البطولة كان لها دور كبير أو أثر فعال وواضح على يعني تطور المنتخب السوداني في هذه النسخة؟ والله أول شيء الحمد لله يعني الدورة كان لها هدف، يعني هدف سامي، أول أهداف أنه اختيار المنتخب، ثاني شيء السبب في أنه نجاح البطولة اللاعبين اللي في وسط الملعب، الرجال اللي كانوا بيلعبوا في وسط الملعب، ال 11 لاعب أو ال 18 أو ال 20 أو ال 22 كلهم كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية، وأساسا يعني من بدري احنا حاطين قدامنا الكاس وما في غير الكاس ان شاء الله، والحمد لله يعني توجوه في النهايه انه ظفرنا بانه اخترنا اكبر عدد من اللاعبين، بحكم انه مكه افضل لاعبين فيها على مستوى مكه لاعبين من السودانيين ومن ضمنهم مجموعه كبيره يعني معروفه. بماذا تعيدون الجمهور فيما تبقى او في اللقاءين القادمين بعد انتهاء اللقاء الاول، وربما قد يكون لقاء المنتخب الجاليه الماليه صفحه وانطوت وحققتم فيها الانتصار وحظيتم بكاس الافتتاح كذلك؟ والله هو اليوم تعتبر خلاص الجالية المالية موضوع يعني صفحة زي ما قلت انتهت، ولكن إن شاء الله إحنا بنوعد إنه نوعد بالكاس، لكن البطولة شكل البطولة مختلف، كل الفرق اللي داخلة والمنتخبات اللي داخلة فيها منتخبات قوية كلها قدام بتنظر للكاس. طيب فإحنا كذلك إحنا من أحد الأهداف برضو إنه الكاس، لأنه معظم الفرق الآن السنة ما لسه فيها إضافة، فيها إضافة فرق جديدة ما بنعرف مستواها، ما لعبنا قدامها قبل كده، فان شاء الله باذن الله احنا قدامنا الكاس ونحاول باذن الله نشتغل بكل مجهود ان نقدم الاشياء الافضل باذن الله. ان شاء الله يا رب، تمنياتنا لكم بالتوفيق وتمنياتي كذلك لمنتخب الجاليه السودانيه بالتوفيق في هذه البطوله، ونتمنى دائما ان تكون الكره السودانيه في نهضتها وثورتها وهيجانها، حتى ربما يستمتع ابناء الجاليه ونستمتع نحن كمتابعين مشاهدين محبين للكره السودانيه وللاسماء المتواجده فيها. شكرا جزيلا لك. الله يكرمك، شكرا جزيلا، بس انا حاب اوجه شكري للجهاز الفني على راسهم الاخ سلطان عليثه والاخ سامي حسن والاخ ناجي والاخ محمد وجميع اللاعبين اللي يعني بصراحه رسموا صوره جميله في وسط الملعب، وشكرا لكم انتم قناه خالد بازيدان، واتمنى لكم التقدم ان شاء الله. الله يخليك.